السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الموعد الوضعيه الجويه اللي حنا نتضروها نقدر نقولوا خلال هذا الظهر خاصه خلال هذه الليله نقدر نقولوا تتلبد سما تدرجين من من العصر الفوق وتتخيم من المغرب الفوق على جميع المناطق الشماليه تاع بلادنا وتتشكل بعد الرعود سيدي زون تكونوا على نقدر نقولوا على كل مناطق الشماليه تاع بلادنا من الهضاب العليا للسواحل تاع البحر الابيض المتوسط وتكون اكثر فعاليه خاصه على الولايات قرب السواحل مع امطار رعديه بس تهم خاصه في البدايه الولايات الغربيه وايضا الولايات الوسطى الداخليه كولاية المديه ولاية تيارت ولاية عين دفله ولاية سمسيلت ولاية البيض، سعيده معسكر وندوها لتيزي وزو وندوها حتى ولاية البويره كذلك وبعد بالعقل بالعقل تدا الشرق البلاد بينما منطقه ثوره تعبر عليها بعد السحوب وبشمال الصحراء والواحات كذلك سحب كثيفة في بعض الاحيان خاصة على شمال الواحد كولاية بسكرة ومنطقة تبسة اما فيما يخص الجنوب الكبير حالها وبعض المياه تنشط خلال الظاهره مع الرياح اللي تكون محددة قويه محليا خاصه على الصحراء الوسطى جنوب الثوره آه الواحد بريطو وايضا في منطقه الواحد كولايه بسكره وايضا ولايه الواد وايضا منطقه آه بشار نجوزوا لدارة الحرارة اللي ننتظروها خلال هذه الظاهرة إن شاء الله والأحبار ربي تكون ما بين 22 في وهران و24 جات عنابة و23 في الوسط في, في الولاية الوسطى كالعاصمة تيبازا وبومرداس وأيضا تزيوزوا 25 درجة هي وقسمطينة وأيضا تبسا 22 من جات الصيف وايضا من جهه بورز بوعريريج ومنطقه الجلفه والبيض 18 كذلك في البيض تيارت 21 درجه اما فيما يخص بالشهر 30 32 في غردايا 37 ويسخون الحال لان ليغشو طالع من الصحراء الوسطى حتى هذه المنطقه تاع الجنوب الشرقي تاع الجزائري تلحق حتى تقريب 41 درجه من جهه ايليزي وعين ميناس وروض النص اما اقصى الجنوب 44 درجه 44 دوغري بينما تندوف 30 درجه نجوز للملحه والصيد البحري لهذه الظاهره البحر شويه نايض على السواحل الغربيه لان يعني الريح يقدر يلحق حتى 50 كيلومتر في الساعه من مرصد بن مهيد للتنس ومن التنس لدلس 40 كيلومتر في الساعه من دلس للعوانه للعوانه القاله لتم 30 40 كيلومتر في الساعه يخدم البحر خاصه في اللرج وهذه المنطقة نقدر نقولوا بها الرؤية تكون في بعض الأحيان ضعيفة خلال الليل لأنها تقدر تكون بعد الأمطار الرعدية نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية خاصة غروب الشمس لهذا النهار لهذا النهار الاثنين 21 ابريل 2014 الغروب الشمس على الجزائر العاصمه يكون ان شاء الله جوية 7 و27 دقيقه وهذه العناوين راهي في خدمتكم نهاركم سعيد والسلام عليكم